هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي الشيخ صباح شملان الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما وصلت إليه من مستوى متقدم في التطور والنمو في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث المستجدات والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.